بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مع درس جديد من دروس شرح رواية وشم طريق الشاطبي، نشرحها من المصحف. لا زلنا في الحزب 19 من سورة التوبة، الصفحة رقم 189، الآية رقم 14، قول الله عز وجل: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. مؤمنين إبدال همزة واو خالصة. ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. يشاء مد المتصل في الإشباع، والله عليم حكيم. أم حسبتم، نقل حركة همزة إلى الساكن قبلها، أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. أم حسبتم أن، صلة ميم الجمع وهو عبارة عن مد منفصل في الإشباع، ولا المؤمنين إبدال همزة واو خالصة، والله خبير راء مضمومة قبلها ياء ساكنة ترقق الراء. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. على أنفسهم مد منفصل في الإشباع، أولئك مد متصل في الإشباع، حبطت أعمالهم، نقل حركة لام زائر الساكن قبلها، وفي النار إبدال، عفوا، وفي النار التقليل قولا واحدا. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. مناما بدل مغير بالنقل في الأوجه الثلاثة المعروفة: القصر والتوسط والإشباع. كذلك بدل مغير بالنقل في واليوم الآخر، فيه القصر والتوسط والإشباع. الصلاة لام مفتوحة قبلها الصاد، مفتوحة تغلظ اللام، وآتى بدل فيه الأوجه الثلاثة المعروفة، وفي الوقف في وجهان فتح وتقدير لأنه من ذوات الياء، وفي الوصل لنا فقط الفتح لالتقاء الساكنين، وآتى الزكاة فلا تقليل في الوصل. ولم يخش، إن وقفنا نقف بالشين لأنه مجزوم ليس فيه ياء، فلا يقف عليه أحد، ولم يخش، فهذا غلط، ولم يخش بإسكان الشين. فعسى من ذوات الياء، فيه فتح وتقرير، وفيه مد منفصل في الإشباع، أولئك مد متصل في الإشباع. طبعا عندنا بدل في مناما واليوم الآخر وآتى، وعندنا ذات ياء في فعسى، وعندنا المد العارف السكون من المهتدين. على قصر البدل لنا في فعسى الفتح، ولنا في المهتدين ثلاثة العارض. نعطف بالتوسط في البدل في المواضع الثلاثة، على التقرير بين في فعسى، وعليه في المهتدين في العارض للسكون التوسط الإشباع. نعطف بالإشباع في البدل، ويأتي عليه الفتح في ذات الياء في فعسى، وعليه الإشباع في المد العارض للسكون. على ما سبق نعطف بالتقرير بين في فعسى، يأتي عليه الإشباع في المد العارض للسكون لأنه يأتي عليه الإشباع في البدل. عطفنا مباشرة على فعسى. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله، لا يستوون عند الله، والله لا يهدي القوم الظالمين. كما نامن بدل مغير بالنقل في الأوجه الثلاثة المعروفة. كذلك واليوم الآخر بدل مغير بالنقل في القصر والتوسط والإشباع. لا يستوون، الواو الأولى مضمومة والثانية ساكنة، فننتبه إلى الواو الثانية، لا يستوون، والله لا يهدي القوم. إن وقفنا نقف لا يهدي بالياء، وفي الوصل نحذف الياء التقائي الساكنين. إذا على قصر البدل في الموضعين لنا في الظالمين ثلاثة العارض، وعلى التوسط في البدل التوسط في المد العارض للسكون والإشباع كذلك،
وعلى الإشباع في البدل، الإشباع في المد العارض للسكون. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك، الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله، وأولئك هم الفائزون. آمنوا بدل في الأوجه الثلاثة المعروفة، وأنفسهم أعظم صلة من الجمع، وهي عبارة عن مد منفصل في الإشباع، وأولئك مد متصل في الإشباع، نفس الشيء في الفائزون مد متصل فيه الإشباع. إذن على قصر البدل في آمنوا لنا في الفائزون ثلاثة الأعراض للسكون، وعلى توسط البدل التوسط والإشباع في المد العارض للسكون، وعلى إشباع البدل الإشباع في المد العارض للسكون. هذا ما فتح الله علينا عز وجل في هذا الوجه، والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.